قرار جمهوري ربما يلقي بظلاله على حركة السوق والأسعار، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة بنسب تتراوح من 20% إلى 40%. القائمة التي ضمت أكثر من 500 سلعة مستوردة أثارت مخاوفاً من زيادة معدلات الأسعار في الأسواق، خاصة بعد تصريحات رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن القرار سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة 25%. زودوا المستورد 40%، عشان كده هو ناقص ورافع في السوق. يعني غسالة كانت أول امبارح ب 2300، النهارده بقت ب 2700. اللي يزيد 50 جنيه و 40 جنيه، يزيد 1000 جنيه في الغساله اليومين دول، 1000 جنيه و 2000 جنيه، طب نعرف نبيع احنا ازاي؟ مفيش بيع ولا في الشراء ولا في اي حاجه في السوق خالص. الحاجه المستورده هي اللي رفعت، فكده كده كله، والمصري برضه رفع بس رفع نسبه خفيفه، فكده كده برضه هيرفع. يعني بيقولوا في زياده 40%، طب ما 40% يبقى كده اللي هيشتري ازاي؟ بنطالب برقابه على رقابه الاسعار في السوق، عشان السوق يشتغل ويبقى فيه اسعار منضبطه. احنا مش عارفين نشتغل خالص. المستورد ممكن تبيع حته بضاعه النهارده تاني يوم هتلاقيها سعر مختلف تمام، السعر بيفرق فرق جامد جدا يعني. وبالتزامن مع ارتفاع اسعار السلع المستورده، شهدت السلع المحليه زياده طفيفه في الاسعار، على الرغم من ان القرار لا يشمل تلك السلع. زادت 40%، التاجر او البياع زودها 80%، زادت اكتر واكتر، والمحل زاد راخر. المستورد زاد والمحل زاد وما فيش زبون بينزل يشتري اصلا. انا مع زياده الاسعار، لان دلوقتي سعر الدولار غير طبيعي، ممكن يوصل ل 10 جنيه 12 جنيه. البضاعه زادت عشان البضاعه مش متوفره، مش عشان زياده الضريبه الجمركيه او التعرفه الجمركيه. طبعا ارجع للسوق المحلي عشان ما فيش فلوس والاسعار بتزيد، ولازم ارجع للسوق المحلي عشان خاطر على قدي. والله هو كل واحد بامكانياته، ممكن واحد بيبقى عايز يجيب الحاجه كويسه ويجيب الحاجه المستورده ويتحمل الزياده شويه، في واحد ما بيقدرش، واحد يقول لك انا عاوز اي حاجه وخلاص، فبيضطر ياخد المحل. ما بين ازمه اقتصاديه تؤثر سلبا على اجور المواطنين، وبين ارتفاع مستمر في اسعار السلع والخدمات، تبقى ازمات المواطن المصري مؤجله ومرتبطه بتحسن الاقتصاد.